يقول لماذا كان قوم موسى من بين كل الأقوام معتمدين جدا، حيث في مواقف عديدة فيعفو الله عنهم ثم يعودون، وغيرها من المواقف معتمدين، يمكن ضغط معتدين. لا هم فعلا بنو إسرائيل يعني مشاكل، لكن هذا كثر بنو إسرائيل، يعني نتكلم قوم عيسى، قوم موسى، قوم يحيى، قوم زكريا، قوم سليمان، قوم داود، فيهم الزين وفيهم الردي، فيهم الطيب وفيهم السيء، لكن الذين كانوا في زمن موسى أتعبوه جدا صلوات ربي وسلامه عليه.